وللمزيد ينضم الينا هاتفيا عبد العزيز الشناوي الامين العام لحزب العدل. اهلا بك استاذ عبد العزيز. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ هيك. اهلا بك. حضرتك ذكرتم ان هناك 25 غرفه عمليات فرعيه، لو تستعرض لي مهام هذه الغرف في متابعه. صوت ضعيف جدا واصل لي، ضعيف جدا، لكن انا حضرتك بتسالي على ال 25 غرفه. احنا مجهزين غرفه عمليات مركزيه في المقر الرئيسي للحزب، وعندنا 25 غرفة فرعية في 18 محافظة ومركز على مستوى الجمهورية. هنشتغل على متابعة ورصد العملية الانتخابية من بدايتها أثناء التصويت والفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة لحد نهاية أيام التصويت الثلاثة. نعم، هل سترسل هذه التقارير للهيئة الوطنية للانتخابات؟ هي طبعا في هيبقى في تقرير مجمع بعد ما نخلص العملية الانتخابية في اليوم الثالث، هيرسل للهيئة الوطنية للانتخابات عشان لو في أي خروقات أو أي ملاحظات احنا قصدناها أثناء العملية الانتخابية. وهنصدر تقارير دورية على مدار الأيام الانتخابية، كل أربع ساعات هيطلع تقرير عن الغرفة المركزية مجمع لكل التقارير اللي صادرة وجاية لنا من المحافظات المختلفة لإظهار ما يحدث أثناء العملية الانتخابية من إيجابيات وسلبيات. نعم، هل يتم التواصل مع أحزاب أخرى؟ لا، غرفة العمليات بتاعتنا شغالين لوحدنا وبالتنسيق مع شركائنا في حملة مرشح رئاسي فريد زهران بالحزب المصري الديمقراطي. نعم، لو تحدثني عن دور الحزب في تشكيل وعي لدى المصريين لضرورة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية. هو تصويت في استحقاق دستوري بأهمية انتخاب رئيس جمهورية، ده حق لكل مصري وواجب على كل مصري ان هو يقوم بدوره ويشارك في اختيار رئيسه. واحنا من اول لحظه شاركنا في العمليه الانتخابيه لرئاسه الجمهوريه كان هو ده حرصنا، ان الحياه السياسيه لن تنمو والحياه الحزبيه لن تنمو الا بالمشاركه، والمشاركه الايجابيه بخوض الانتخابات، وعلى راسها طبعا في مصر هي مقعد رئيس الجمهوريه، هو المنصب الاهم في اي دوله، وفي مصر بشكل خاص هو المنصب الاهم. في الانتخابات الرئاسيه بتحظى باهتمام كبير، واحنا في الحزب خضنا الانتخابات بهذا الهدف، وبندعو جموع المواطنين ان هم يشاركوا في اختيار رئيسهم للفتره الرئاسيه القادمه، ده حق ليهم وده واجب عليهم، ما ينفعش حد يتخاذل في القيام بواجبه في تصويت بالاهميه دي. نعم، الشعب المصري ابدا لن يتخاذل. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد العزيز الشناوي الامين العام لحزب العدل.